حركة نشطة تشهدها أسواق دمشق مع حلول شهر رمضان المبارك، ويستعد السوريون لاستقبال الشهر الكريم وتأمين احتياجاتهم اللازمة لسفرة رمضان التي تجمع العائلة وفق عادات اجتماعية متوارثة. وفي لقاءات مع سانا وجه السوريون معايداتهم لعائلاتهم والوطن، معربين عن أملهم أن يحل شهر الصوم وسط أجواء من الأمان والطمأنينة. رمضان جميل جدا في مدينة دمشق وبسوريا، له بهجة كبيرة، الناس بتحضر للدعاء للصلاة للعبادة، في المحبة في المودة، فرحانين بالنصر اللي صار ببلدنا. رجع رمضان المحبة، رجع رمضان المودة، رجع رمضان الأخلاق. حسينا بالأزمة هي اللي مرقنا فيها، صرنا نحس في بعض كشعب سوري اللي عاش بالبلد وعاش بالأزمة هي، صار يشعر بالفقير، يشعر بجاره، يشعر بأخوه، يشعر بأي إنسان، صار يشعر برمضان إنه هذا رمضان الحلو. بطبخ طبخة بعت لجيراني، مين في درويش، مين في محتاج، كله عم ينزل يتسوى ويتبضع وفرحان ومبسوط والضحكة على وشه. الله يحميك هالجيش كلياته ويرحم كل شهيد، وبعيدكم وبعيد سوريا كلياتها وبعيد الشعب السوري صمت بهالوطن. كل ما لها سنة يعني الحمد لله ممتازة، وكل العجقة حلوة، وكله كله ممتاز الحمد لله. كل سنة نحن عنا قبل رمضان حركة حلوة، كأنك الدنيا عيد، يعني قبل رمضان كأنه وقفت رمضان وقفت عيد. أحلى من رمضان ما في، شهر البركة، شهر الخير والإحسان. بنحضر كثير شغلات برمضان مثل أمر الدين، مثلا تمر هندي، هالشغلات هي عرفت كيف، والعرقسوس. رمضان شهر الخير والبركة، حلو كثير. جايين ناخذ أغراض لرمضان، أخذنا بلشنا ناخذ أغراض السحور وبلشنا عم نجهز حالنا. اشتريت أغراض، وأنا بحب أنزل يوم الوقفة، أجواء رمضان حلوة كثير، بتجنن. بعيد كل العالم بقول إن شاء الله كل عام وأنتم بخير يا رب، ورمضان كريم، وينعاد على الإمبرس كلياتها بالخير يا رب. إن شاء الله يكون علينا رمضان خير وسلامة. بعيد أهل سوريا كلها، بخلهم الله ينصركم والله يحميكم والله يعطيكم والله يرجعنا الأمان أحسن من أولي.